طبعا هذا وارد إن كان تزامن عفوي وإن كان تزامن سياسي مقصود، هذا وارد في السياسة، تظهر مثل هذه خلنا نقول الترتيبات أو هذه الأمور. طيب. ولكن نبقى نحن كمشاهدين أو كمراقبين يعني نحاول أن نراعي هذا الربط، ولكن نحاول أيضا أن نحافظ على الفصل بين هذه الملفات. هذه ملفات يجب الفصل فيما بينها، لأن لكل ملف له أبعاد وتداعيات مختلفة وجذور مختلفة وتداعيات مستقبلية مختلفة. نعم يجب أن نربط هذا الربط البيني البسيط، ولكن يجب أن ننظر بعمق إلى سنوات وننظر بشمول إلى كل الأبعاد لكل قضية على حدة. هذا في رأيي. نعم. طيب دكتور، برأيك الآن إلى أين تتجه قضية مصلح ممكن؟ وهل ممكن أن تحدث أزمة فعلية بين قيادة الحشد أو هيئة الحشد وبين رئاسة الوزراء؟ هذا مؤكد. قضية مصلح يعني وضعت إحراج لدى فريقين يتنافسان على السلطة. طيب. هناك فريق تقوده الحكومة ويعتبر هو الفريق الشرعي الذي يعني يحاول، وإن كانت مسجل عليه تقصير هائل في هذا الصدد، ولكن يحاول أن يؤدي واجبه في ضمن إطار مؤسسة الدولة. وهناك فريق يريد أن يأخذ سلطة موازية تفوق حتى سلطة الدولة.